أهلا بيكم في اختر كارت. موضوع النهاردة الحبيب أو الزوج في العلاقات الثلاثية، رأيه فيكم ورأيه في الطرف الثالث، كيف يراكم أنتم وكيف يرى الطرف الثالث، وما هي أفكاره خطواته ومشاعره من ناحيتكم أنتم الاثنين. تمام. هيكون الاختيار حسب أول حرف من اسم الحبيب أو الزوج، مجموعة أولى الفانوس الأبيض ده، أو أول حرف من اسم الطرف الثاني في اختر كارت، ألف واو نون ياء فاء هاء لام حاء باء سين طاء ضاد دال ذال، أو اختيار المجموعة الثانية للشمعة الذهبية دي، أو أول حرف من اسمكم من اسم الطرف الثاني، تاء ثاء جيم خاء راء زين شين صاد ضاد عين غين قاف وميم. نبدأ على بركة الله مع أصحاب المجموعة الأولى اللي اختاروا أول حرف من اسم الطرف الثاني من الأحرف دي، أو اللي اختاروا الفانوس الأبيض ده، هنحطه هنا عشان يكون على مرأى الجميع. نبدأ على بركة الله في اختار كارت رأي الحبيب في العلاقات الثلاثية فيكم ورأيه في الطرف الثالث، تمام؟ مشاعره نواياه وخطواته. أول حاجة هنشوفها الطاقة العامة بتاعتكم زي ما عودناكم في اختار كارت في هذه القناة، عشان ما تتلخبطوش زي كل مرة دايما بفهم، لأنه في مشتركين جدد بيجوا يشاهدوا القناة بتاعنا، نرحب بيهم. ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد في هذه القناة. هنختار الكروت الصورة بتاعتكم والصورة اللي قبليها واللي بعديها، صورة الطرف الثاني والطرف الثالث واللي قبليها واللي بعديها. أول صورة خرجت الطرف الثالث، هنفهمكم الناس اللي هم لحد دلوقتي مش قادرين يحددوا نفسهم في القراءة. سبحان الله، بصوا كده طاقتكم وطاقة الطرف الثاني بتاعكم خرجت مع بعض. هنشرح، نسيت في الكروت كده، ونشرح للناس اللي هم لحد دلوقتي ما قدروش يحددوا نفسهم في القراءة. بصوا كده، أنتم من تشاهدون هذا الفيديو، تمام؟ أنتوا اللي بتشاهدوا هذا الفيديو جايين هنا عشان تاخدوا المعلومات اللي تخص موضوع الفيديو ده، تمام. فأنتم الطرف الأول في القراءة وليس في العلاقة، نحن نخاطبكم أنتم، يعني أنتم الطرف الأول في هذا الفيديو، أنتم اللي معانا دلوقتي في هذا الفيديو، أنتم اللي جيتوا دلوقتي عشان تشاهدوا هذا الفيديو. الكارت ده يمثلكم أنتم الطرف الأول. أنتم في علاقة مع راجل، أو أنت راجل في علاقة مع ست، الست دي أو الراجل ده اللي أنتم في علاقة معاهم هم الطرف الثاني بتاعكم. الطرف الثالث مين؟ حتى ولو كنت انت الزوجة الأولى، حتى ولو كنت انت الزوجة الثالثة رابعة تانية، الطرف الثالث بالنسبة لكم انتم اللي في علاقة مع الطرف الثاني بتاعكم مهما كانت وضعيتكم في العلاقة، تمام. ان شاء الله تكونوا يعني حددتم نفسكم في القراءة عشان ما تتلخبطوش. طاقتكم انتم نفس طاقة الطرف الثاني بتاعكم، مشتركين انتم الثلاثة، الاطراف الثلاثة مشتركين في الكارت ده وفي الكارت ده وفي الكارت ده. هقول لكم ازاي دي طاقتكم انتم غالبا دلوقتي شاكين انه علاقتكم مع الطرف الثاني علاقة قدرية من عند ربنا، لكن في حد تدخل بسحر التفريق ما بينكم. ده تفكيركم الاولي والرئيسي في الطاقة بتاعتكم. طاقة الطرف الثاني، أقول لكم هو في بلد وأنتوا في بلد، أو أنتوا في علاقة متباعدين أو مطلقين، أو في اختلاف في سن ما بينكم، اختلاف لهجة، اختلاف جنسية، اختلاف ديانة، يعني عادات وتقاليد، في اختلاف ما بينكم أنتوا الاثنين حتى مع الطرف الثالث، في اختلاف كبير في طاقته. هو مش عارف، متلخبط في أفكاره،
زي ما نشوف البوصلة دي، متلخبط في أفكاره، مركز إيه هو سبب التعطيل في حياته والتفرقة اللي حصلت ما بينكم وبينه، وليه لما يكون تكونوا بعاد عليه يحن ليكم ويفتكر أيام الأيام اللي كنتم معاهم مع بعض، كنتم فيها مع بعض وكانت حب وكذا وكذا وكذا، وليه لما يقرب لكم تحصل مشاكل ما بينكم. الطرف الثالث هنا طاقته حاليا بيراقبكم انتوا الاثنين، بتعملوا ايه ما تعملوش ايه، رجع لكم ما رجع لكمش، ليه؟ لانه علاقته مع الطرف الثاني بتاعكم متدبدبة، علاقة الطرف الثالث مع الطرف الثاني بتاعكم متدبدبة في الطاقة الحالية. تمام، نيجي للب الموضوع. هل الفرق أو تفكير، ناخد الكروت دي أحسن، طاقته ما بينكم انتوا الاثنين، طاقة الطرف الثاني ما بينكم انتوا الاثنين، بصوا قلت لكم عنده حنين ليكم ومش قادر يقرب، قاعد مع الطرف الثالث وفي حيرة وفي وجع مش قادر يعمل ايه. الانسان ده حيران جدا في العلاقة الثلاثية دي اللي ما بينكم. طب ما هي مشاعره من ناحية الطرف الثالث؟ يعني مشاعره من ناحية الطرف الثالث بيحس بانجذاب، بيحس بالحب، بيحس بانه فيه، شفتوا العيل الصغير لما تحرموه من امه كده، هو مشاعره من ناحية الطرف الثالث، حاسس انه الست دي او الطرف الثالث ده، سواء كنت رجل تتفرج او ست بتتفرجي، سواء انت متجوز مع ست او انت في علاقة مع ست وهي في علاقة مع رجل تاني، الطرف الثالث ده بالنسبة للطرف الثاني زي ما لو كان مكان امان، مكان امان لجأ ليه عشان يلقى الحاجة اللي كانت ناقصاه في حياته. وغالبا الشخص ده اقول لكم يتيم، اقول لكم امه كانت قاسيه معاه، او يعني عنده نقص من الحنان والحب والاحتواء، الام نقصوا كتير الحاجات دي، لقاها مع الطرف الثالث ده بتاعكم. فدي مش مشاعر حب تلقائي، لكن حب لشخصيه الطرف الثالث ده واحتوائه للطرف الثاني. فغالبا الطرف الثالث ده يا إما عنده هيبة، يا إما عنده سلطة، يا إما عنده فلوس، يا إما عنده مكانة مرموقة. فالطرف الثاني بتاعكم ده بمشاعره للطرف الثاني الثالث عفوا، لقى نوع من الراحة المادية والراحة في الاحتواء، وفي نفس الوقت راحة في إنه في النفوذ دي اللي بيعرفها الطرف الثالث. طب مشاعره من ناحيتكم أنتم اهو، قلت لكم ده بحن ليكم كتير جدا، موجوع لبعدكم، غالبا انتم منفصلين او متباعدين ومطلقين، بيفكر او يتخيل كل مليمتر في وشكم، في جسمكم، تضاريس جسمكم، ملامحكم، عاوز يحس انكم لسه معاه. وغالبا بالكارت ده مع ده وده، غالبا الطرف الثاني بتاعكم ده بكل احتراماتي لما يكون في علاقة جنسية مع الطرف الثالث يتخيل نفسه معاكم انتم، وغالبا الطرف الثاني بتاعكم ده من كتر التفكير فيكم ربما وانتم بتشاهدوا هذا الفيديو كنتوا ناسينه الايام اللي فاتت، لكن يعني بتشوفوه في الحلم، بتسمعوا حد بينده باسمه، بتشموا ريحة العطر بتاعته، في حاجات بتفكركم بيه. فالطرف التاني ده من كتر ما هو بيفكر فيكم فعل خاصية التخاطر وبدأت توصل لكم أفكاره،
لان غالبا البعض منكم هنا احيانا بتحسوا من نوع من الخمول، الحزن، الزعل، لكن لما تسألوا نفسكم ليه أنا زعلانة أو ليه أنا زعلان، ليه عندي الخمول ده، ليه أنا زهقان أو زهقانة، ما تلقوش إجابة للسؤال بتاعكم ده. ليه؟ لأنه التخاطر ده أوصل لكم، أوصل لكم ما يحس أو ما يشعر به الطرف الثاني بتاعكم ده. تمام؟ تمام. طب بيفكر في ايه دلوقتي في العلاقة دي؟ بصوا، الإنسان ده عنده رغبة أو أمنية عاوز يحققها، عاوز وضعية الحياة بتاعه حاليا أو عامة ترقى أو تتحسن على اللي هي عليه دلوقتي. فغالبا الطرف التاني بتاعكم ده بيراقبكم انتم ويراقب الطرف الثالث. ليه؟ لأن قلنا في تفكيره وفي طاقته إن الشخص ده بدأ يفكر إيه هو سبب المشاكل اللي ما بينكم أو اللي حصلت ما بينكم أو اللي فرقت ما بينكم أصلا. فهو مش يعني حاسس إنه بكارت الجاجمنت إنه حكم عليكم بتسرع، وإنه تبع نزواته ورغباته من غير ما يدقق في العلاقة ما بينكم انتوا الاتنين، وسابكم وراح عند الطرف الثالث او ادخل الطرف الثالث في العلاقة وبدأ يجرحكم بكلامه ويكون قاسي معاكم. والكلام ده كله وصلوا لنقطة ما هو السر ما وراء توقف العلاقة دي أو انقطاع العلاقة دي ما بينكم انتوا الاثنين. وبيفكر كده، الصور واضحة قدامكم، الشخص ده بيراقبكم انتم ويراقب الطرف الثاني الثالث عفوا الطرف الثاني بتاعكم عفوا بيراقبكم انتم ويراقب الطرف الثالث، مش عشان شاكك فيكم، لا، لأنه الحنين ده لسماع صوتكم، اللي أخدكم في حضنه، للكلام معاكم أو عشان يشوفكم، دفعوا على إنه يحس إنه فيه سر وراء انقطاع العلاقة دي، فبدأ يحلل الخطوات اللي حصلت من يوم ما حكم عليكم بالغلط أو اتهمكم بحاجات، أو من كتر ما كان متمكن من حبكم أو تمكن من حبكم راح يجري ورا نزواته، ورا الطرف الثالث، علاقات متعددة. ليه؟ لأنه كان ضامن حبكم ليه، ما كانش متوقع يجي يوم وتتوقف العلاقة أو يحصل فيه تباعد ويحصل فيه اللي هو حصل فيه دلوقتي. باتباعه لنزواته شاف إنه هو اللي أبعد نفسه، أبعدكم من العلاقة، ومش إلا أبعدكم من العلاقة كان قاسي عليكم حتى بالضرب، قاسي عليكم جدا بالكلام، بالضرب، بس يعني بأخد حقوقكم، بمن يعني بحرمانكم من حقوقكم، حرمانكم من عيالكم أصلا، أو شايف انه علاقتكم للي هم في علاقة عاطفية مع رجل متزوج، الشخص ده شايف انه علاقته معاكي كانت علاقة نزوة، كانت علاقة نزوة، فهو بيفكر
انه دلوقتي لازم يرتب اموره في حياته العاطفية عشان يقدر يتقدم. ليه؟ لانه شايف انه حكم عليكم بالغدر. حتى ولو كنت في علاقة عاطفية مع الشخص ده، هو شايف انه ضحك عليكي، وده ما كانش لازم يضحك عليكي زي كده. اللي هم متجوزين مع راجل او مطلقين من راجل خانهم وتدخل فيه طرف ثالث وكذا وكذا، فهنا شايف هو دلوقتي زي ما لو كان حصل له صحيان ضمير وبدأ يفكر بالعقل، ووصل لنقطة انه لازم يكتشف السر ما وراء ما حصل في العلاقة بتاعتكم. نشوف دلوقتي هل سيصل لهذا السر، هل سيصل لهذا السر؟ اللي بيبحث عليه الطرف الثاني. قلت لكم الشخص ده بيدور، وغالبا قلت لكم الشخص ده ندمان على الحليب المسكوب. كل الأوراق تدل على إنه هيوصل بعد الندم ده كله اللي شفناه هنا، الندم ده كله فوقه وحصل عنده صحيان ضمير وبدأ يركز بالحكمة فين الخلل. كارت دو وورد، كارت ذا كينج اوف بنتكل، كارت التمبرانس، وكارت البيج اوف بنتكل، والفايف اوف كابس. الطرف الثاني هيوصل، بصوا هنا ماسك البنتكل ده ويبص له زي انتم قاعدين كده دلوقتي وبتبصوا على الموبايل بتاعكم. هو هيتواصل مع انسان او انسان روحاني، هو اللي هيكشف له سبب اللي حصل، لان هنا طاقة الكون موجودة في تفكيره. يعني بيفكر على انه يتواصل مع حد روحاني يحدد له مين الخير وايه هي الحاجة، يعني بيحدد له عدم التوازن اللي حصل في العلاقة بتاعتكم، ويعرف الخير والشر منين وازاي اتى ومن عند مين وبأي طريقة، فحيتمكن من معرفة السبب ما وراء اللي حصل ليكم، انه في اسحار والحاجات دي. لان كارت التمبرانس مع كارت The World، وهنا اللي قلت لكم هيشوف شخص روحاني، هيعرف وجود السحر وبرائتكم انتم من الحاجات دي. طب قراره بعد ما يعرف كده هيعمل ايه؟ بصوا حتى ولو كان فيه عيال مع الطرف الثالث مش هيسيب عياله، هيفكر وبعدين ياخد القرار. هو حاليا لم ياخد القرار، لان غالبا البعض منكم هنا الطرف الثالث ده عنده عيال مع الطرف الثاني بتاعكم، فهو هيفكر بحكمة ازاي يعمل عشان ما يأذيش عياله وما يأذيكمش انتوا كمان، عشان يقدر ياخد الخطوة اللي لازم ياخدها ان شاء الله. هو دلوقتي بيفكر، لم يستقر على تفكير واحد او على فكرة واحدة هيعمل ايه. تمام تمام، ربنا يفرح الجميع ان شاء الله. نشوف دلوقتي مين الابراج اللي تنطبق عليها القراءة دي 100%، 60%، 80%، 60%، و50%. مية بالمية برج الدلو، برج الثور، وبرج السرطان. 80% برج الحمل، برج الأسد، وبرج الحوت.
60% برج الحمل، عفوا برج الجدي، برج الميزان، وبرج الجوزاء. أما الأبراج المتبقية عقرب، عذراء، وقوس 50%. ربنا يفرح الجميع. ما تنسوش تدعموا القناة باللايك بتاعكم، فاحنا بنتعب عشان نعمل لكم الفيديوهات دي، فشجعونا انتم بلايكاتكم ان شاء الله عشان نعمل لكم اكتر فيديوهات بتحبوها. شكرا. ونمر دلوقتي لأصحاب القراءة الثانية، اللي أول حرف من اسم الطرف الثاني بتاعكم من الأحرف دي، أو اللي اختار الشمعة دي، استنوا، اللي اختار الشمعة دي من مجموعة الثانية. أول حاجة هنعملها زي ما عودناكم، نشوف الطاقة العامة بتاعتكم انتوا التلاتة. وزي ما بشرح كل مرة، في ناس جدد هيدخلوا مش هيعرفوا يحددوا نفسهم في القراءة. أنتم المشاهدون الطرف الأول في القراءة، بقول قراءة وليست علاقة، تمام؟ أنتم الطرف الأول في القراءة وليس في العلاقة، فأنتم في علاقة مع طرف تاني اللي بتحبوه، تمام؟ تمام. الطرف التاني بتاعكم عنده طرف تالت، الطرف التالت ده بالنسبة لكم أنتم، مش بالنسبة للطرف التالت. فمش انت زوجة تانية تيجي تقولي لي انا الطرف التالت في العلاقة، انت الطرف التالت، انت الطرف الاول في العلاقة بالنسبة لك انت، لكن الطرف التالت بالنسبة لك هي زوجته الاولى، الزوجة الاولى، انت الطرف التالت بتاعك الزوجة التانية، والزوجة التالتة كذلك، الطرف التالت بتاعك علاقة معقدة، زوجة اولى وزوجة تانية، والعكس صحيح كمان. تمام؟ تمام. هندور على الصورة اللي تمثلكم، اللي قبليها واللي بعديها، والصورة اللي تمثل اهي صورتكم انتم، الصورة اللي بعديها واللي قبليها كمان، مع الطرف الثاني والطرف الثالث بتاعكم. اهي الطرف الثاني، ندور على الطرف الثالث، اهو الطرف الثالث. سبحان الله، اخلطت الكروت. انتم هنا الطرف الاول في القراءة وليس في العلاقة، ده الطرف الثاني اللي انتم في علاقة معه، وده الطرف الثالث اللي في علاقة مع الطرف الثاني بتاعكم. تمام؟ تمام. طاقتكم انتم هنا غالبا عاوزين تلقوا حل للعلاقة اللي انتم فيها، لان غالبا البعض منكم هنا عايشين في علاقة معقدة صعبة، علاقة ثلاثية، علاقة رباعية، أو اقترح عليكم جواز من رجل حبيتوه أو ست حبيتوها، هي بحد ذاتها في وضعية مش، ربما أهلك مش هيقبلوا رجل متجوز بعياله، متجوز باتنين، متجوز بتلاتة، فيه عاوز يعني أنتم بتدوروا على حل، على فكرة تقدروا يعني توازنوا أو تستقر العلاقة بتاعتكم بالفكرة دي مع الطرف الثاني. غالبا البعض منكم انتم بتدوروا على، او حاليا انتم متطلقين في المحكمة ومستنيين فلوس نفقة، فلوس طلاق او حاجة زي كده. البعض منكم لا، البعض منكم هنا ربما الشخص ده وعدكم بالجواز وبعدين اخذ منكم فلوس وخرج من العلاقة، حسيتوا حاسين دلوقتي برغبة شديدة على انكم تلقوا الطريقة اللي هتستدرجوا بها الشخص ده وترجعوا فلوسكم. طاقة كتيرة هنا، طاقات كتيرة موجودة هنا، مش الا طاقة واحدة ولا اتنين ولا عشرين ولا الف، طاقة ناس كتيرة، كل واحد فيكم عنده حكايته. فمن فضلكم دي قراءة عامة مستحيل تنطبق على الجميع، فالرجاء ان كل واحد منكم ياخد الحاجة اللي تناسبه ويسيب الحاجة اللي ما تناسبوش. اذا ما لقيتوش طاقتكم هنا ارجعوا الى الفيديو المجموعه الاولى، هتلقوا ربما طاقتكم هناك. تمام؟ تمام. طاقه الطرف الثاني هنا، حدث ولا حرج، حدثي ولا حرج. الطرف الثاني بتاعكم ده قلت لكم مش علاقه معقده، علاقه فيها 20,800,999.596 علاقه.
كل احتراماتي وبكل اعتذار. تمام. الشخص ده حياته مقضيها دخول وخروج دخول وخروج دخول وخروج في علاقات متعددة، وغالبا الإنسان ده مهووس بالحياة. ده حتى ربما البعض منكم كان بيغصبكم انكم تتفرجوا على افلام اباحيه، او مسكتوا عليه انه بيتفرج افلام اباحيه لما كنتم مع بعض او لما كان معكم في البيت. اعتذر بكل احتراماتي، يعني الحاجات اللي بقولها بشوفها بقولها. الانسان ده مغرم بالحاجات دي، اينما يجد تضاريس انوثيه. فانتم عارفين يعني، هتقولوا لي دي شفتي؟ لا لا لا، اوكي هفهمك ليه قلت لك كده. كروت مدموزيل لنورمان، كروت مدموزيل لنورمان مين اللي عملها؟ جيلدر ريفري. تمام. سيرو ماتشيتي هو المصمم لهذه الكروت. لما صمم هذه الكروت ما حطش الصور كده عبثا. تمام. فليه مثلا اختار الورود دي؟ من كل أنواع الورود اختار الورود دي، وماذا كان يقصد بها؟ فمونشيتي مصمم كروت مادموزيل لنورمان اختار هذا النوع من الكروت بكل احتراماتي، لأن الوردة بتشبه الجهاز التناسلي بتاعت المرأة. تمام؟ تمام. فعشان كده قلت لكم يقصد بها الجنس والحياة والخروج إلى الحياة وحاجات زي كده. فمش كل حاجة ده طائر اسمه طائر يعني هيبعت لك رسالة عبر الحمام. بكل اعتراماتي يعني الترو بيتشرح كده حسب نوعه، يعني في أنواع كتيرة من الترو، فمادموزيل نورمان تشرح كده. نيجي للطرف الثالث هنا. الطرف الثالث هنا لقى نفسه، حط نفسه في فخ، دخل في علاقة أو أجبر على علاقة فيها رجل بيحب اللعب بالستات كتير، كل ما يعني يصطاد واحدة يحطها في قفص ويروح يجري ورا تانيين. عشان كده قلت لكم انتوا في علاقة معقدة. فغالبا الطرف الثالث فهم انه مش دخل في العلاقة عشان يعني نجدح انه يعني يقطع العلاقة ما بينكم انتوا والطرف الثاني، لا، لقى نفسه هو في نفس وضعيتكم لما الطرف الثالث دخل في العلاقة، في اطراف تانية دخلت في العلاقة كمان، فالعلاقة ما بينه وما بين الطرف الثاني بتاعكم متدهورة مش كويسة، والطرف الثالث حاسس بنوع من الخطر، حاسس بالخطر في علاقته مع الطرف الثاني. ليه؟ لان الطرف الثاني زي ما قلت لكم يروح يمين وشمال، بيمشي على حل شعره يا بيت. عاوزة أضحكه والله العظيم، بس دي القراءة قالت كده، فمش عاوزة أكون تعيسة في الكلام عشان ما تحزنوش. يلا نيجي نشوف المفيد. يلا أول هام حنشوف بيفكر في ايه حاليا الشخص ده. بيفكر في ايه حاليا الطرف الثاني بتاعكم؟ التاني بتاعكم زي ما قلت لكم بتاع علاقات، حاليا هو في بداية مشروع او بداية علاقة جديدة او بيفكر في الرجوع او حاجة زي كده. هندقق في الورقة دي بعدين بعد ما نشوف مشاعره من ناحية الطرف الثالث ومشاعره من ناحيتكم. مشاعره من ناحيتكم قلت لكم وغالبا في طاقة هوائية كتير هنا، طاقة هوائية كتير هنا مختلطة مع طاقة مائية. هتقولي لي ازاي دمون هو برج الحوت وانت بتقولي طاقة هوائية؟ زي ما قلت لكم كل كروت الترو عندهم مش الا تفسير واحد، كل كارت عنده عدة تفسيرات. هنا اين عن برج الحوت، لكن يقصد بالشمس هنا مع العقرب. لو نحط خط كده وخط من القلعة دي القلعة دي سنرسم ميزان، طاقة برج الميزان هنا مع برج الحوت كطاقة.
فمشاعره من ناحيتكم متلخبطة. هو بيحبكم انتم، لكن عقله في حاجات كتيرة تانية. بحبكم كمثال، كأجمل تروفي، يعني كأكمل. شفتوا الملك لما يدخل حرب مع مملكة في مملكة تانية وينتصر على البلد دي، وبعدين يجيب الكنوز بتاعها ويعرضها قدام شعبه كافتخار على ما أخد من الدولة دي، فهو يفتخر بيكم كناس جميلة، كناس مستحيل حد يوصل لها، أي حد يوصل له. مشاعره كده من ناحيتكم، مش مشاعر حب حقيقي، يعني مشاعر على انكم بتاعه، نجح انه يعني يمتلككم، لان الانسان ده قلت لكم مش انسان طبيعي في عقله. مشاعره من ناحيه الطرف الثالث، فارس الاحلام، The Knight of Cups. مشاعره من ناحيه الطرف الثالث زي ما قلت لكم هنا، انتم يعني تأكد من حبكم ليه، صبرتم معاه كتير وخلاص ضمن حبكم. هو دلوقتي داخل في علاقة جديدة وعاوز يعني شفتوا انتوا ازاي عمل معاكم عشان ما تعرفوش انه دخل في علاقة مع طرف ثالث. هو بيتعامل مع الطرف الثالث بنفس الطريقة، بيوهمه انه بيحبه، لكن هو داخل في علاقة جديدة. اهي داخل في علاقة جديدة، يوهم، بيمشي الحصان هنا، بيمشي زي ما قلت لكم، الحصان هنا بيمشي، وهنا فيه جبل، فيه عائق. يعني الكلام المحسول اللي بيقوله للطرف الثالث كله هو كذب في كذب عشان يخبي العلاقة الجديدة اللي دخل فيها. طب الحيثيات ده للإنسان ده أو الشخص ده، الطرف التاني بتاعكم ده، هيحصل إيه؟ بصوا غالبا سبحان الله أصحاب المجموعة الثانية سبحان الله، القراءة هنا مش بتاع كارما، لكن المجموعة بتاعتكم جت عشان تنصفكم في الظلم اللي انتم فيه. لان الانسان ده يا اما نرجسي يا اما انسان مش كويس او انسان مش كويسة، وظلمتكم واتظلمتم ظلم كبير جدا، فعشان كده فيه كارما هتيجي على الانسان ده اللي ظلمكم اهي بالمرصاد. والكارما دي هتفرحكم انتم، هتيجي على الطرف الثاني وتيجي على الطرف الثالث. ليه؟ لانكم انتم ناس عندكم اصول، عندكم هيبه، عندكم دعاء مستجاب، اصولكم شريفه مهما كانت ديانتك، اصولكم شريفه. وغالبا البعض منكم يا اما حلم بالرسول صلى الله عليه وسلم، يا اما حلم بالملائكه، يا إما حلم الأحلام بتاعه تتحقق. عندكم روحانيات البعض منكم هنا أصحاب المجموعة الثانية، أو أنتم في بداية مشواركم في عالم الروحانيات. تمام؟ تمام. الشخص ده جاي له كارما من عند ربنا، لأن ربنا اداله فرص ومهلة كبيرة جدا وطويلة، لكن اللخبطة اللي هو بيلخبط بيها كده وقتل مشاعر الأطراف اللي هو فيها، ربنا هيعمل حد ليها، وده بسبب دعائكم أنتم على الطرف التاني بتاعكم. لكن الكارما هتيجي على الطرف التاني والطرف التالت، ينتقم لكم ربنا سبحانه وتعالى من الأطراف دي اللي ظلمتكم، فهتكون خسارة مادية ومعنوية وبدنية. وفي أعز إنسان عنده عند الطرف الثاني وعلى الطرف الثالث،
وكمل حياته لوحده، وانتم ربنا هينصركم لانكم كنتم ناس يعني عادل، يعني ناس صبرتم كتير، ضحيتوا كتير في العلاقة دي، ودعائكم عند ربنا مسموع. زي ما قلت لكم، يا اما عندكم روحانيات، يا اما عندكم احلام بتتحقق، حاجه زي كده. طب هل الشخص ده هيندم بعد ما هتجيله الكارما دي؟ قلت لكم اهو، الانسان ده هيندم ندم حياته، لان الكارما دي هتيجي زي الصاعقة عليه. اقول لكم هيتقطع له رجله، هيتشل سكتة، مش سكتة قلبية يعني، انا فيسي، لكن يتشل نص جسمه، تحصل له حادثة، هيكون عنده خسارة كبيرة جدا. هيرجع عشان يعني ليكم، عشان ترجعوا يعني ترجعوا معاه في العلاقة، لكن انتم مش هتديله وش، مش هتديله تدوله وش على اللي عملوا فيكم ده. قلت لكم بصوا، لما هيجي لعندكم انتم مش هتنسوا اللي عملوا فيكم في الماضي، فهتواجهوه بطريقة ما كانش بيستناها، حتى ولو انتم عاوزينه يرجع. وقت ما هترجع عليه الكارما دي هيرغب انه يرجع، لكن انتم هتصدوا، مش هتقبلوا بالرجوع ده. اهو انا بتكلم والكروت بتتكلم ورايا، بتثبت كلامي. سبحان الله، المجموعة الثانية كارما من غير ما يكون الفيديو موضوعه الكارما. طب الانسان ده نرجسي، عمره ما حب حد، بيحب نفسه هو لوحده بس. بكل احتراماتي ليكم، لما هيخسر كل حاجة هيعرف قيمتكم. طب ما هي الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي؟ 100%، 80%، 60%، و50%. 100% برج القوس، برج العذراء، وبرج الحمل. 80% برج الميزان، برج الثور، وبرج الدلو. 60% برج الأسد، برج العقرب، وبرج السرطان. أما الأبراج المتبقية، جدي وجوزاء وحوت، 50%. ربنا يفرح الجميع إن شاء الله. وما تنسوش تدعموا القناة بلايكاتكم، اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد منزل. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى في فيديو آخر من اختر كارت. مع السلامة.